وينضم إلينا الآن مشاهدينا من مركز الأخبار السيد روبرت غوتمان، مدير مركز الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بجامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا الأمريكية. أهلا بك معنا سيد غوتمان. ربما في يوم الذكرى، ما هي دلالات هذا المشهد على صعيد واقع تحديات حرب الإرهاب وقضايا أمن العالم المعقدة؟ هذا يوم أمريكا تتريث فيه، والرئيس أوباما يذهب ويضع إكليل من الزهور على ضريح أو قبر الجندي المجهول إكراما لأولئك الذين فقدوا حياتهم في القتال ضد الإرهاب. هذا القتال أصبح حملة في الانتخابات الرئاسية بالأمس. المرشح الجمهوري المتوقع ترامب ركب موتورسايكل ودخل العاصمة، وهيلاري كلينتون تحدثت عن قدماء المحاربين. كيف نتعامل مع قدماء المحاربين والحرب على الإرهاب هي مواضيع هامة في الحملة الرئاسية. وعندما نصل إلى الخريف نتحدث عن الاقتصاد، وموضوع الإرهاب يكون ثاني أهم المواضيع. طيب، وهل اضمحل برأيكم تأثير ونفوذ الدبلوماسية الأمريكية حيال الشرق الأوسط؟ من الواضح أنه في نهاية ولاية الرئيس أوباما التي امتدت 8 سنوات، وفي كل مرة تنتهي فيها ولاية الرئيس ويكون كالبطة العرجاء، الرئيس أوباما حضر لتوه مؤتمر اقتصادي في اليابان ولم يحظى هذا المؤتمر بالانتباه، لأن الكل كان يتحدث عن الانتخابات. عادة الرئيس يذهب إلى الخارج كي يعزز من إرثه، ولكن الرئيس الحالي بقى له عدة أشهر والكل يتطلع إلى الفترة التي ستعقبه هيلاري كلينتون أو ترامب. هذا الوقت في التاريخ الأمريكي، الرئيس الحالي نعم نفوذه اضمحل في الشرق الأوسط وفي العالم، لأن الناس يعرفون أن أمامه 7 أشهر في الحكم. طيب سيد غوتمان، إلى أي مدى يشكل اكتذاب التطرف والتشدد للشباب المسلم في الغرب خطرا على أمن أمريكا اليوم؟ هذه ظاهرة مثيرة للاهتمام. الولايات المتحدة قلقة من الإرهاب، ولكن القصة الأساسية في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي كانت طول الطوابير في المطارات. الناس قلقون من الإرهاب، ولكنهم يشتكون من طول الطوابير في المطارات. لا يمكن أن يشعروا بالأمان ويشكوا من الطوابير الأمن في المطارات. إذن هناك هذا التناقض بين محاربة الإرهاب عن طريق حماية المطارات والرحلات الجوية، ومن ناحية أخرى الناس يشتكون من أن الطوابير طويلة. وهذا مثار جدل في موضوع السفر، ولا يوجد الكثير من الناس الذين نسمع عنهم في الأخبار أنهم ذهبوا وانضموا إلى داعش ثم عادوا وعبروا عن أسفهم ووضعوا في السجون. الناس هنا قلقة بشأن السفر إلى أوروبا والشرق الأوسط، وهم يخشون من الإرهاب لأن هذا في مخيلتهم دائما. طيب سيد غوتمان، في تقرير صدر مؤخرا لمجموعة الأزمات الدولية صنف التهديد الإرهابي الذي نواجهه بالرابع في سلسلة من المواجهات منذ القاعدة إلى داعش. ما الذي ينبغي فعله إذن إذا أردنا تجنب خلق موجة خامسة أكثر خطرا؟ أنا درست الثورات والإرهاب عندما كنت في الدراسات العليا. الهدف طبعا، هدف الإرهابي هو زرع
الإرهاب. لقد قمنا بعمل جيد في الولايات المتحدة وفي أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب، والناس الذين يقومون بعمليات الحماية يجب أن يكونوا مصيبين 100%، إنما الإرهابي يكفيه أن ينجح مرة واحدة. كانت هناك أخبار عن الطائرة المصرية والكثيرون تحدثوا عنها، وطبعا لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن هذه الطائرة، والكل يتساءل. نحن لا نعرف، وكما قلت لا يمكن أن نكون مصيبين 100%، والناس طبعا يريدون أن يتمتعوا بالحماية في الرحلات الجوية، وبالتالي هناك هذا التناقض طوال الوقت. طيب، وما هي ربما سيد جاتمان برأيكم أبرز الأخطاء التي ارتكبت بمواجهة الموجات الثلاث السابقة من تحولات الإرهاب؟ في كل مرة يحدث فيها شيء، هناك التكنولوجيا والإرهابيون يستعملون التكنولوجيا والإعلام الاجتماعي، وعلينا أن نتساءل ما الذي حدث، ولكن في كل مرة نتعلم فيها شيء جديد. هذا محزن أن نقوله، ولكن نتعلم نحن من المآسي التي تحدث، وبالتالي نحاول أن نتماشى مع ما يحدث في العالم. الإرهابيون كما تعرف لديهم المال والموارد لاستخدام التكنولوجيا أيضا، وعلى الحكومة أن تسبق الإرهابيين في هذا المضمار كي نحافظ على أمن الجميع. طيب، ربما لدينا دقيقة وبعض ثواني. البعض يرى أن التعامل مع تهديد داعش وغيرها من تنظيمات التطرف يتطلب معركة إيديولوجية نشطة ضد قوى التعصب والكراهية، بحيث نبني على تاريخ إسلامي كان قائما على الانفتاح والتسامح. كيف يمكن تحقيق هذا الهدف برأيك؟ بالطبع هذه معركة إيديولوجية. الغرب يحاول الترويج للديمقراطية، وداعش والقاعدة والمنظمات المتشددة الأخرى تحاول تدمير الديمقراطية ووضع تشددها. نجد أن بعض الشبان الأمريكيين ذهبوا وانضموا إلى داعش، ولكن أغلبيتهم يعرفون أن هذا لم يكن بالشيء الجيد وعادوا. الولايات المتحدة كانت دوما في حالة كفاح أيديولوجي، كانت هناك الفاشية التي كفحناها واليوم الإرهاب. هدف الإرهاب طبعا هو زرع ونشر الرعب، وفي الولايات المتحدة عندما يكون هناك إحساس بالترهيب يزداد الالتفاف حول الحكومة ودعمها. الإرهاب يجعل الناس تلتف أكثر وأكثر حول الحكومة. من مركز الأخبار كنت معنا سيد روبرت جاتمان، مدير مركز الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بجامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا الأمريكية. شكرا جزيلا لك.